لما مش الكرام، الله يولي برحمة الله والله يرحمه، يعني العثور على السيد اللي كان مختفي جثة هامدة داخل المنزل اللي كان كاريه هنا في منطقة ديال المدينة القديمة، مدينة الدار البيضاء. يعني الريحة اللي عطات، والجيران اتصلوا بالأمن واتصلوا برجال الوقاية المدنية، فجاءوا في هذه اللحظات لقاوه متوفي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن لله وإن إليه راجعون. يعني الرائحة اللي عطات في هذا الحي، فالجيران اضطروا أنهم يتصلوا بعناصر الأمن وبرجال الوقاية المدنية. الله يرحمه يا رب. هذا هو المنزل، وهذا المنزل، هذا هو البيت اللي كان فيه السيد الله يرحمه. وهذا يعني الشرطة العلمية والتقنية يعني متواجدين بعين المكان، أيضا الدائرة الأمنية، فالله يوليه برحمة الله والله يرحمه يا ربي. الله يوليه برحمة الله والله يرحمه. يعني عناصر الأمن متواجدين بعين المكان مشكورين، أيضا رجال الوقاية المدنية تهم كيتواجدوا بمكان وقوع الحادث. فالله يرحمه، الله يولي برحمة الله، إن الله وإن إليه راجعون. يعني دابا راه متوفي أزيد من 15 يوم داخل هذا المنزل هذا، يعني هو متوفي، فالله يرحمه يا ربي. يعني فإن الله وإن إليه راجعون، يعني الأب ديالو اللي لاحظ الغياب ديالو، خصوصا في الفترة ديال العيد، لاحظ الغياب ديالو وما جاش عيد معاهم، فاضطر السيد اتصل بالسيد اللي كاري ليه، وجا السيد اللي كاري ليه فعلا لقاه مختفي. فعلا اخويا هذا الشيء في مدينة قديمة، مدينة قديمة ماشي بزاف اصاحبي. يعني عناصر الأمن في اللحظات ورجال الوقاية المدنية. الرائحة الكريهة، يعني ترى الريحة مجهدة، والله الريحة مجهدة، أنا معوقف مع شميت. رجال الوقاية المدنية متواجدين هنايا، أيضا الشرطة التقنية والعلمية متواجدين هنايا أمام هذا المنزل هذا اللي كان مختفي فيه السيد الله يولي برحمة الله، لقاوه متوفي داخل المنزل اللي كان كاري. يعني أكيد ما كتبوا معنا رجال الوقاية المدنية متواجدين في المكان، أيضا عناصر الأمن. أحسن حظا. الموت كاين صاحبي وانت كتفلس. صراحة مجهودات كبيرة مبذولة من طرف عناصر الأمن. يعني السيد مسكين دود، لا إله إلا الله.
المنزل اللي كان قريب. هذا هو المنزل اللي كان كارثي، يعني كيف ما كتشوفوا هنا. لا سير اخويا، سير اخويا، يعني كيف ما كتشوفوا معنا عناصر الوقايه المدنيه. عناصر الوقايه المدنيه صراحه اللي قاموا بمجهودات كبيره وجاو فرقعوا الباب ديال هذا المنزل هذا، من بعد ذلك دخلوا ولقاو فصراحة مشكورين عناصر الوقاية المدنية اللي حضروا على وجه السرعة، عناصر الوقاية المدنية ورجال الأمن اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة وكيقدموا يد المساعدة يعني للأشخاص اللي في حالة صعبة والأشخاص اللي محتاجين المساعدة. عناصر الوقاية المدنية هما اللي جاو وفرقعوا الباب ديال هذا المنزل هذا بطبيعة الحال بمعاينة ديال عناصر الأمن وبحضور ديال عناصر الأمن تابعين لهذه المنطقة هذه، أيضا الشرطة التقنية والعلمية كتواجد بعين المكان. فالله يولي برحمة الله مسكين ما عيطش مع الأسرة ديالو، دارهم كيتصلوا به ما كيجاوبش، لاحظوا الغياب ديالو فاتصلوا بالسيد اللي كاري ليه، فجي يشوف اتصل بعناصر الامن شم الريحه، فاش دخلوا عناصر الوقايه المدنيه بعد ما فرقعوا الباب لقاوه متوفي. هذه في المدينه قديمه خويا، مدينه قديمه. الله يرحمه يا رب. شميتيها هكا؟ واو 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 واو، الريحة مجهدة، الله يولي برحمة الله. واو الله يولي برحمة الله. مسكين راه واحد الرائحة ديال أنه بقى ميت مسكين، فالجثة ديالو تعفنات. الله يوالي برحمته. الله يوالي برحمة الله، الله يرحمه يا ربي، يعني مسكين الجثة ديالو تعفنات. واحد يعني دول الحي
فين توفات السيدة؟ هنا فين مات مسكين الله يوليه برحمة الله، يعني تقريبا أزيد من 15 يوم هو متوفي، حتى حد ما جاب لي الخبار وحتى حد ما ساق لي الخبار. وفي هذه اللحظات توفى، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، والله يصبر الأسرة ديالو. دنا مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.